مشاهدينا، وللحديث عن واقع الطفولة في العراق معنا من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السيدة حنان عبد اللطيف. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك. يعني كيف تقيمين واقع الطفولة في العراق؟ هل يتناسب مع دولة تمتلك كل هذه الإمكانات والاحتياطات النفطية؟ نعم طبعا، واقع الطفولة اليوم في العراق واقع مرير وحالهم مزري. نعم. يعني فمن يشاهد المناظر التي تأتينا من داخل العراق يعتقد أن هذا البلد هو أفقر بلد أفريقي. اليوم أطفال العراق الأيتام يعدون الأكثر أيتام في العالم بنسبة 5%. وبعدد 5 مليون طفل عراقي يتيم، وهناك أكثر من 700 ألف طفل عراقي غير ملتحقين بالدراسة، معظمهم من مخيمات النزوح. هذا طبعا إضافة إلى الأعداد المتسربة من المدارس بسبب الفقر الذي أعلنت عنه تقارير الأمم المتحدة. إذ قالت أن ثلث العراقيين يعيشون تحت الخط الفقر، وهذا الإعلان كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار والتضخم في كل دول العالم، فكيف باليوم؟ وهو ما جعل أطفال العراق يتحملون مسؤوليات مبكرة بالاتجاه إلى سوق العمل لإعالة عوائلهم أو أنفسهم بعدما فقدوا آباءهم بسبب الحروب والعمليات العسكرية والتغييب والاعتقالات التي طال والتصفية التي طالت حتى أطفال العراق. من وجهة نظرك سيدة حنان، يعني لماذا كل هذا الإهمال للطفولة في العراق رغم أن العراق كان من أوائل الدول الموقع على اتفاقية حماية الطفل؟ هل يأتي في سياق أن هذه الحكومة تهمل في جميع شرائح المجتمع العراقي؟ نعم نعم سيدي الكريم، العراق وقع فعلا وقع اتفاقية حماية الطفل الدولية في عام 1994، وكان من الدول التي عملت على تطبيق بنودها والعمل بالبرامج التي وضعتها اليونيسف، هذا طبعا وفق تقارير منظمة اليونيسف. لكن اليوم بعد 2003 تراجع حقوق الطفل العراقي، فالطبقة السياسية اليوم منذ 2003 ولليوم متهمة بالفساد وهدر الأموال، ولأنهم ليسوا رجال دولة. نعم. وليس لديهم رؤى مستقبلية ولا ينظرون لأطفال العراق على أنهم مشاريع استثمارية للمستقبل تخدم العراق وأهله، لأن معظمهم يحملون جنسيات مزدوجة سيأتي للعراق للسرقة، لكنه مستقر هو وأهله في دول التجنيس، لذلك يهملون أطفال العراق. ومن ناحية أخرى لم نرى ضغط حقيقي من المجتمع الدولي على هذه الحكومات المتعاقبة تطالبهم بتصحيح أوضاع العراق، يعني والشعب العراقي وكل فئات الشعب العراقي. نعم. في هذا الإطار، يعني ماذا تعني اعترافات السلطات الحكومية بواقع عمالة الطفولة في العراق، والتي تقول عنها وزارة العمل بلسانها أنها بلغت المرحلة الأسوأ في تاريخ العراق؟ هل تكفي وزارة العمل أن تعترف أن هناك عمالة وأنها وصلت الأسوأ؟ يعني وظيفة وزارة العمل هي مثل منظمة اليونيسيف وغيرها أن ترصد وتعترف فقط؟ نعم نعم، هذه الاعترافات طبعا جاءت متأخرة بعدما عجزت الحكومات والمسؤولين عن تغطية هذه الأوضاع المزرية لأطفال العراق، خاصة في وجود منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية غير الحكومية والمراكز العراقية التي باتت ترصد كل الانتهاكات وتوثقها وترسلها في تقارير إلى المنظمات الأممية المسؤولة كاليونيسف وهيومان رايتس ووتش ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، يعني وحتى اللجان الحقوقية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى لها دور مؤثر في المجتمع الدولي. أكيد هذه الاعترافات وإصدار التقارير لا تكفي، بل يجب العمل على إنهاء معاناة الأطفال ووضع برامج سريعة ومكثفة لإنهاء عمالة الأطفال وإعادتهم إلى المدارس، وقبل كل ذلك إنهاء معاناة النزوح وتحسين البنى التحتية في مناطقهم ونزع الألغام منها وإعادتهم إلى مدنهم وقراهم وتوفير الأمن لهم. نعم. طيب من زاوية أخرى لو نظرنا، يعني أمام هذا العجز الحكومي الواضح عن حماية الطفولة في العراق، أين هي بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي؟ كيف يمكن أن ترد عن الاتهامات لها بالتماهي مع أحزاب السلطة الحاكمة؟
نعم، مع الأسف الشديد البعثة الأممية في العراق في كل تقاريرها لم تتطرق إلى معاناة أطفال العراق والانتهاكات التي مورست بحقهم، بدءا من تهجيرهم إلى منع الحكومات المتعاقبة الأوراق الثبوتية عنهم بحجة أنهم ولدوا في زمن احتلال داعش لمحافظاتهم ومدنهم، إلى ملف تجنيد الأطفال من قبل داعش الإرهابي وميليشيات الحشد الشعبي، إلى نشر المخدرات بين المدارس والأطفال وثبوت تورط مسؤولين وأبناء مسؤولين والحرس الثوري الإيراني في نشر المخدرات والاعتقالات العشوائية التي طالت الأطفال والتغييب والقتل والخطف والاتجار بهم وعمالة الأطفال وزواج القاصرات. كل هذه القضايا لم يتطرق لها تقارير بعثة يونامي، لم تتطرق لها في تقاريرها المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ودائما ما ينقلون صورة أن الحكومات المتعاقبة تعمل جهدها للقضاء على الفساد والإرهاب وانتشار السلاح، ويمتنعون عن ذكر أن الأحزاب الحاكمة وميليشياتها التي تأتمر بأمر ملالي إيران هم خلف كل هذه الانتهاكات الحاصلة في العراق بحق الطفولة. نعم، لدي سؤال أخير من شقين، ما المطلوب حاليا لإنقاذ الطفولة في العراق؟ يعني نحو 90% من أطفال العراق بلا فرصة للحصول على تعليم مبكر بحسب اليونيسيف. الشق الثاني، يعني بعد 10 أو 15 سنة من هؤلاء الطلاب أو الأطفال الذين لم يحصلوا على تعليم مبكر، ما هو مصيرهم؟ ألم يصبحوا لقمة سائغة بيد التنظيمات التي من الممكن أن نطلق عليها إرهابية أو ميليشياوية؟ نعم نعم، اليوم يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليات تجاه العراق وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة، اتفاقية حماية الطفل واتفاقية حماية حقوق المرأة ومناهضة التمييز، ميثاق حقوق الإنسان، والضغط على حكوماته لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات. يعني اليوم برميل النفط يحقق أعلى عائد له، وفائض أموال بيع النفط تخطى 20 مليار دولار، هذا إضافة إلى زيادة الاحتياطات النقدية للبنك المركزي والتي قدرت 90 مليار نهاية عام 2022. وكالمعتاد سيتم سرقة وهدر هذا الفائض من خلال قانون الأمن الغذائي والقوانين الأخرى وميزانيات هيئة الحشد الشعبي وميليشياتها، لكن وستتم أيضا سرقة تخصيصات وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الهجرة التي تعنى بوضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تهم المواطن العراقي والطفل العراقي. يعني اليوم إدارة بايدن مددت العمل بقانون الطوارئ في العراق للعام القادم، يعني هذا يجعل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بأن يتخذوا قرارات حازمة بحق الحكومات العراقية ومعاقبتها في حال تقصيرها في تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية. نعم، وبالتأكيد أن إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم تتخذ الحكومات القادمة لم تعمل على وضع خطط وبرامج ومشاريع للنهوض بالطفل العراقي وإنهاء الفقر، بالتأكيد سيكونون هؤلاء يعني قنابل موقوتة، قنابل من الجهل ومن الفقر ومدمنين من مدمنين مخدرات، إضافة إلى استقطاب سوق عمالة الأطفال لهم والعصابات الإرهابية الأفكار المتطرفة، بالتأكيد سيكونون لقمة سائغة لهم مشاريع واستقطاب لهم لهؤلاء المجرمين. شكرا لك، شكرا لك السيدة والأستاذة حنان عبد اللطيف، المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، شكرا لوجودك معنا.